هذا المعرض رحلة في عالم الثقافة، في عالم الخيال، في عالم اللقاءات اللي ما كناش كنحلموا بها، وفرصة عطاتها لنا مدينة الرباط باش نتلاقاو مع أكبر المفكرين وأكبر الأدباء والناشرين إلى آخره. وأظن أن هذه الدورة تميزت بواحد التنظيم راقي جدا، لا من ناحية الأروقة ولا من ناحية القاعات اللي فيها المحاضرات ولا من ناحية حتى الأماكن ديال الترفيه، كلها زعما منظمة نظاما محكما. وهذا الشيء اللي يمكن لي نقول على هذا الصالون، وحبذا لو كاين اكثر من الشباب اللي كيجيو واكثر من الناس باش يديفلوبيو هذا الذوق ديال القراءه والمعرفه. والله اثار انتباهي اشياء كثيره. اولا الدخول من هناك شيء رائع، تنظيم رائع، دخول باركود يفتح البوابه كانك داخل من مطار مسافر. الشيء الثاني دورات المياه متوفره، الاجنحه ما شاء الله تبارك الله، النظافه شيء اتكلم قليل كلام، في اشياء كثيره انا نسيتها يعني بصراحه، بس هذا الزبده يعني اختصار الموضوع انه رائع، شيء رائع فوق رائع. المعرض مزيان، فيه كتب بجميع اللغات العربيه الفرنسيه الانجليزيه، كتب اللي كتناول مواضيع عده، لا في القانون لا في الادب لا في السياسه لا في التنميه الشخصيه، يعني تبارك الله معرض في المستوى وفرصة للمواطن المغربي باش أنه يقترب أكثر من العالم ديال الكتب، سيرتو أنه في هذه الأونة الأخيرة وكاين واحد النوع ديال العزوف على القراءة. انا كمغربيه مقيمه بالخارج في كندا في كيبيك، انا فخوره بزاف نجي ونشوف هذا التنظيم اللي دارت وزاره الشباب والثقافه والتواصل ديال السالون انترناسيونال دو ليفر. كنشوفوا بزاف ديال المغاربه ديال لي جون، وفريمون اللي عجبني هي ديال تو لي زاج، دونك كلشي كيحس براسو راه كاينه بلاصتو، كاين بور لي غو دو تو الموند. وكنا فخوره بزاف اللي كنشوف المغرب وسورتو لو كيبيك اللي هو الى ايتي على النور هذا العام. جو سوي تري كونتون دتري سي. شكرا بزاف. اظن انه واحد الاستئناس بالمعرض في الرباط مع مستوى التنظيم، كاين فرق على مستوى التنظيم، ايضا ولا اهتمام اكثر بجانب المؤسساتي. تنلاحظ انه ان الانشطه اللي تداروا في الجانب المؤسساتي عندهم حضور مكثف من طرف الجمهور، سواء المتخصص كطلبه او باحثين، وكذا المواطنين العاديين اللي جاوا يطلعوا على هذه الفضاءات هذو. على مستوى النشر والكتاب اظن ان هذه السنه ما كاينش اختلاف كبير على مستوى العناوين. في الحقيقه يظهر لي ان هناك عزوف كبير جدا بالنسبه يعني للعلماء وللباحثين الكبار، في حين ان هناك اقبال بالنسبه للاطفال وللطلبه، اضافه الى كذلك بالنسبه للغياب لبعض الدور النشر العالميه التي لم نراها في الحقيقة، وإن كنا قد تجولنا كثيرا في هذا في هذه الأجنحة التي عندكم، ولكن في الحقيقة اتضح لي أن الكثير وحتى الكتب وحتى يعني الدور التي جاءت لم تأتي بما يفي بغرض الكتب الموجودة.